أعطي الكلمة الآن لدولة السيدة تيريزا ماي رئيسة وزراء المملكة المتحدة، فلتتفضل. Thank you very much, Your Majesties, Your Highnesses, Your Excellencies. أصحاب السمو أصحاب السعادة، أنني مسرورة للغاية لأن أكون هنا في المنامة من أجل المتابعة مع الخطوات التي تقومون بها والاحتفال أيضا بعقدين من العلاقات ما بين البحرين والمملكة المتحدة، وأنني ممتنة للغاية لسموه الملك حمد من أجل تشريفي دعوتي إلى حضور قمة المجلس التعاون الخليجي. إننا نتقابل في وقت به العديد من التحديات في العالم، تحديات سياسية وتحديات اقتصادية وتحديات اجتماعية. إذن ففي كل مجال لدينا العديد من التحديات والعديد من الأمور الغير مؤكدة. كما تعرفون أن مخاطر الأمن تزداد، أيضا العمليات الإرهابية موجودة عبر الدول العربية والدول الأوروبية. كما تعرفون أيضا أنه استخدام الجوائر الإلكترونية على الإنترنت موجودة، وهناك العديد من التصرفات التي ما زالت تتم من أجل تهديد العديد من المناطق وتقويض أيضا الأمن في الغرب والشرق. ولذلك لابد أن نعمل سويا. إننا في الغرب نواجه التحديات التي من شأنها مساعدة، التحديات كثيرة تقوض عملنا ضد العمليات الإرهابية. أنتم أيضا في الخليج تواجهون العديد من التحديات الخاصة بالأمن، وأنكم تقومون أيضا بعمل اقتصاد من أجل الجميع. كما تعرفون أن الأشخاص يبحثون عن القيادة، ولذلك لدينا تلك المسؤولية من أجل توفير هذه القيادة. أعتقد أن هناك العديد من المسؤوليات الأخرى التي يجب أن نطلع بها. إذ إن عملنا سويا فإن هذا سوف يكون فرصة رائعة للعرض العالم كله أننا سوف نقوم بتلبية احتياجات الأشخاص، والأهم من كل ذلك أننا كقادة موثوق بنا من أجل أن نقوم بما نحن مطلعين للعمل به. إذن فمن خلال محادثتنا مع قادة الدول الخليج وخلال الخمسة أشهر الماضية منذ أن أصبحت رئيسة وزراء، هذا يثبت أننا نتعاون دائما وأننا أصدقاء على طول الخط. ولذلك جئت هنا اليوم. لدينا التاريخ الحافل بالعديد من الأشياء منذ المعاهدات التي تمت في السابق، وحتى الاتفاقيات التي تمت ما بين الشركات في المملكة البريطانية والدول الخليج. المملكة البريطانية أيضا لديها علاقة قوية جدا هنا، وهي عبارة عن الرابط ما بين الخليج والغرب. كل ذلك من أجل تحقيق الرخاء والتقدم للشعوب الدول التي نحن مسؤولين عنها. ونود أيضا أن نثبت للعالم بأجمعه أننا هنا نعم من أجل بناء حلفاء جديدة، وأنه سوف يكون هناك العديد من الفرص التي سوف نستغلها سويا نحن وحلفاؤنا هنا في الشرق، وسوف يستمر ذلك لقرون. وبالطبع من الأهم أن نفكر أن هذا وقت به العديد من التحديات، وخاصة عندما نفكر في أن هناك التطرف وهناك الإرهاب، ولابد أن نقوم بمقاومته بكل شكل من الأشكال، ولأن ذلك لا يقوض فقط الأمن ولكنه يقوض أيضا روح التعاون بين المملكة المتحدة. هنا اليوم تبحث ليس فقط من أجل العلاقات القوية، ولكن أيضا تبحث عن التاريخ القوي وشراكات جديدة، لأن ذلك يعتبر شيء أساسي بالنسبة لنا ومستقبلنا. لذا إنني أود أن أتحدث إليكم جميعا، ولي الشرف، وأود منكم أن تستمروا في هذه الرسالة التي تقومون بالعمل عليها، وأود منكم أيضا تقوموا ببناء فصل جديد في كتاب التعاون الخاص بنا، ليس فقط من أجل عمليات تعاون، ولكن لابد أن يكون هناك تعاون استراتيجي مبني على الشراكات والتزام قوي جدا ما بيننا وبين شعوبنا، علاقة حيث يمكننا من خلالها أن نقوم ب مجابهة تلك التحديات الأمنية وغير ذلك، وأن نقوم أيضا ببناء مستقبل قوي للأجيال التي تأتي بعدنا. والآن دعوني أخبركم ببعض الطرق التي المملكة المتحدة تود أن تقوم ببناء العلاقة من خلالها مع الدول الخليج. ودعوني أبدأ بمسألة الأمن. الأمن الخليجي هو أمننا أيضا. التطرف وما إلى ذلك في هذه المنطقة لابد أن يتم مكافحته بشكل قوي. إنه لا يقوم باستهداف الخليج فقط، ولكن
لكنه يستهدف أيضا شوارعنا، ولذلك لابد أن نقوم بمجابهته من خلال مجابهة داعش، ومن خلال وكما تعرفون أن داعش لا تؤثر فقط عليكم ولكنها تؤثر علينا سلبا. الآن كرجال ونساء إننا على قلب واحد من أجل رسالة واحدة، وهي مكافحة داعش في سوريا، وإننا نحرز تقدما رائعا. كما ترون أيضا أن هناك العديد من العمليات التي تتم، وكما تعرفون أن داعش قد تراجعت في العديد من الأماكن، وأننا نود القضاء على ذلك الإرهاب وننجح في القضاء على ذلك الإرهاب بالفعل، لأن هذه التهديدات عبارة عن تهديدات لدولنا ومواطنينا. كما تعرفون أن الاستخبارات تلقت من المملكة العربية السعودية العديد من المعلومات التي أنقذت آلاف الحيوات من الأشخاص في بريطانيا، وإننا نود أن نقوم بمكافحة أي شيء له علاقة بالتطرف سواء كان عنفي أو غير عنفي. إننا لسنا فقط وراء الإرهاب، ولكننا سوف نصبح وراء كل تهديد، سواء كان ذلك التهديد تهديد أيديولوجي أو تهديد مادي، وسوف نعمل على ذلك بروحة واحدة. وحيث أن هناك العديد من التهديدات الأخرى لأمننا، فإننا نود أيضا أن نقوم بمكافحة هذه التهديدات التي تؤثر على الاستقرار في المنطقة. ولذا أود أن أؤكد لكم أنني واضحة جدا في أن هناك تهديد تقوم إيران بوضعه هنا في الشرق الأوسط والخليج. إن المملكة المتحدة ملتزمة للغاية لعقد شراكة استراتيجية مع الخليج من أجل التغلب على ذلك. إن اتفاقاتنا الأمنية هي عبارة عن كل شيء له علاقة بمكافحة تهديدات الإيرانية، سواء كانت تهديدات نووية أو غير ذلك. كما تعرفون أن هناك العديد من اللاجئين أيضا الذين أصبحوا في المنطقة في كل مكان، وهذا ومن الهم أيضا أن نعرف أن هذه تحديات أمنية، ولابد أن نعمل سويا أيضا للعمل ضد أي تصرفات من إيران ضد سوريا واليمن والخليج، وإننا سوف نعمل سويا أيضا لتحقيق تسوية شاملة من أجل التوصل أيضا إلى جهود قوية جدا، جهود عربية ومبادرات عربية من أجل مكافحة كل ذلك، من أجل أيضا أن نعمل على تحقيق السلام الشامل في المنطقة ككل. إن هذا يعتبر شيء أساسي ويعتبر شيء أهم جدا لنا في الشرق الأوسط بأكمله. في الأعوام السابقة لقد أصبح لدينا تلك القدرة على الدفاع عن اهتماماتنا المتبادلة، وحدث ذلك باتفاقات مع الكويت ومع الخليج، وهذا ما نستمر في عمله. وكما تعرفون أننا أيضا هنا في البحرين اليوم من أجل ذلك، ولكن هذا هو عبارة عن جزء من العلاقات الجديدة التي نقوم بعملها معكم. المملكة المتحدة سوف تكون دائما هناك، وسوف تكون هناك من أجل أن يكون هناك أمن مستمر في الخليج. أكثر من 3 مليارات جنيه استرليني سوف نقوم بإنفاقها في العقد القادم هنا في الخليج من أجل تعزيز الأمن وفي الخليج وفي العالم. وإننا أيضا أود أن أشكركم على استضافتي، وأود أن أشكركم على دعوتي، وإننا نحثكم على العديد من الأمور. نحثكم على أن تظلوا متعاونين معنا. كما تعرفون أننا لدينا العديد من العمليات التي قمنا بعملها هنا في الخليج أكثر من أي مكان في العالم، وفي نفس الوقت هناك التواجد للجيش البريطاني هنا في المنطقة. ونود أن نعلن أنه سوف يكون هناك أيضا عملية مشتركة عسكرية مع عمان في الفترة القادمة، وإننا أيضا نود أن يكون هناك تعاون مشترك من أجل تعاون استراتيجي ما بين المملكة المتحدة والخليج، ومن أجل تعزيز القدرات بما في ذلك العمليات الإنسانية وعمليات الإنقاذ أثناء الكوارث والطوارئ. وأيضا في دبي سوف ننسق معهم من أجل أن يكون هناك العديد من الأنشطة، وفي البحرين أيضا لقد قمنا بتخصيص شخص من الوزارة الداخلية لكي يتعامل معهم ويتعاون معهم فيما يتعلق بالتدريب، التدريب الإداري والتدريب الأمني. أننا لدينا أيضا العديد من العمليات المشتركة لمكافحة الإرهاب، وأيضا من أجل تعزيز التعاون فيما يتعلق بالحوار الأمني الخليجي البريطاني.
البريطاني من أجل أن يكون هناك مشاركة للاستخبارات أيضا لمكافحة الإرهاب والتطرف، ومن أجل أن لا يتم الهجوم على أي دولة خليجية عبر مطاراته وعبر أي مكان آخر. إن كما تعرفون أن الإنترنت يتم استخدامه ضدنا، سوف نستخدم خبرائنا وخبراتنا وتكنولوجيات المكافحة الجرائم الإلكترونية مع شركائنا هنا أيضا. إذن فإننا نشير إلى أننا بحاجة إلى خبراء متخصصين في الإنترنت والجرائم الإلكترونية من المملكة المتحدة من أجل توفير العديد من التدريبات والتكنولوجيات لدول الخليج. كما تعرفون أن سوف يكون هناك أيضا ممثل لمكافحة الجرائم الإلكترونية هنا في المنطقة من أجل مساعدة دول الخليج على التغلب على هذه الجرائم. بكل ذلك فإنني أقول أن المملكة المتحدة سوف تكون دائما في طليعة كل جهد من شأنه الدفاع عن شراكتنا، ليس فقط لتوفير الاستقرار والأمن للمنطقة، ولكن أيضا لحماية النظام في المنطقة الذي يعتبر شيء أساسي جدا لرفاهيتنا وعيشنا. وعندما أفكر في هذه المنطقة في 15 عاما الماضية، عندما أصبحت عند تحول دبي وأيضا أصبح هناك العديد من الأسواق المصدرة هنا في المنطقة، فإنني أفكر في ذلك الاستقرار الذي أصبح موجودا وأصبح عبارة عن علاقة أساسية تربط الدول الخليج بالغرب. إذن فهذا هو الوقت الذي لابد أن نعيد التزامنا به في علاقتنا سويا، ولابد أن نعزز هذه العلاقة وأن نبني على الأساس الذي كان لدينا فيما يتعلق بالأمن والاستقرار للعقود القادمة. وأيضا كما تعرفون أن أمن الخليج هو أمننا ورفاهية الخليج هي رفاهيتنا. إن عندما يصبح للخليج سوق خاص في المملكة المتحدة فهذا شيء هام جدا بالنسبة لنا. العلاقات ما بين المملكة المتحدة والخليج والتبادل التجاري وصل أكثر من 30 مليار دولار، وأيضا الاستثمار الخليجي في المملكة المتحدة يساعد في تعزيز الاقتصاد من لندن وفي لندن وفي أماكن أخرى مختلفة. نود أن نبني على ذلك ونود أن نقوم بتعزيز ذلك ونستثمر أكثر من أجل أن نصل إلى مستويات أكثر طموحا. وأنني سوف أستمر في أن المملكة المتحدة ومن خلال 3 أعوام الماضية حيث نود أن نجعل لندن هي العاصمة الإسلامية وعاصمة الاستثمار الإسلامي، لذلك نعمل على ذلك طول الوقت. وأننا نود أن ننظر إلى ما توصلنا إليه وأن نقوم أيضا بمناصرة التجارة الحرة، فالتجارة الحرة فتجعلنا جميعا أغنى وسوف تقوم بخلق الوظائف وتزيد الاستثمار وتعزز الإنتاجية وأيضا تقوم بتعزيز مستويات المعيشة في للمواطنين. ولذلك تعتبر التجارة الحرة هامة جدا، ولذلك يوجد حلفاؤنا هنا في الخليج. لذا إنني مسرورة جدا أننا سوف يكون هناك عملية أو مجموعة عمل مشتركة من أجل عمل على التجارة الحرة بيننا وأيضا من أجل تحرير اقتصادياتنا من أجل مصلحة الجميع. على سبيل المثال لقد وصلنا إلى اتفاقية جديدة مع المملكة العربية السعودية من أجل أن يكون هناك 5 أعوام دخول تأشيرة دخول 5 أعوام للمواطنين البريطانيين الذين يودون الاستثمار في المملكة العربية السعودية. والمملكة المتحدة أيضا سوف تقوم بعقد مؤتمر أو باستضافة مؤتمر خاص بتحول الخليج أو التحول الخليجي في التجارة من أجل وذلك في قلب مدينة لندن. هذه الخطوات هي التي نسميها إجراءات من أجل العمل سويا لمعرفة أن كل شيء ممكن في العمل وفي التجارة من أجل مصلحتنا جميعا ومن أجل مصلحة مواطنينا. ثانيا أود أن أؤكد أن المملكة المتحدة سوف تشارك في دبي إكسبو 2020، ومن أجل أن تعرفون أن هذا المعرض ليس فقط هام لكم وأنه هام للعالم بأجمع، ولذلك سوف نساهم فيه بفاعلية كبيرة. إن دبي 2020 هي عبارة عن فرصة تجارية رائعة للجميع. أكثر من 180 جنسية بأكثر من 25 مليون زائر متوقع وقادة العالم في مجالات الأعمال المختلفة سوف تكون هناك. إنها فرصة من أجل أن لابد أن نستغلها سويا. وثالثا أود من هذه المحادثات على المستوى الرسمي أن تمهد الطريق وأن الترتيبات لكي تجعل المملكة المتحدة لديها علاقة قوية ليس فقط هنا في البحرين ولكن أيضا مع الإمارات العربية المتحدة. إن
أننا نود أن نحصل على ذلك السوق المتنوع الذي يعتبر هام جدا لمنطقة الخليج بأكملها. أود أن أغادر الآن بدون أي شك أنه هناك طموح لنا جميعا وعزم وإصرار من أجل أن يكون هناك علاقات تجارية قوية جدا ما بين الخليج والمملكة المتحدة. لابد أن نأخذ كل خطوة من أجل تعزيز التجارة وتعزيز الرفاهية، لأن ذلك هام جدا بالنسبة لنا، لأن ذلك سوف يجعل الأشخاص متعاونين سويا والشعوب متعاونة سويا، وسوف يجعل روح المواطنين أيضا موحدة. لذا لابد أن نعمل من أجل كل شخص. بعمل ذلك أعتقد أن بريطانيا العظيمة سوف يكون لديها تلك الفرصة الهائلة من أجل إدارة هذه الخطوة الخاصة بالعولمة، وأن المجتمعات المدنية بالطبع لن تصبح خلفنا، لأننا نثق بالمواطنين والمؤسسات، والمؤسسات أيضا تثق بنا والمواطنين. وأيضا هناك التحديات كما تعرفون، التحديات الاقتصادية في الغرب، لذا فأي اقتصاديات سوف تواجه تحديات، ولكننا نود في نهاية المطاف أن نؤمن فرص وظيفية للأشخاص. إننا لابد أن نعرف أن هذه الاقتصاديات لابد أن تكون جيدة لكل شخص ونجاح لكل شخص. لذلك أنني أشجعكم من أجل أن تقوموا بعمل تكتلات اقتصادية قوية مع العديد من الدول، وأننا سوف نقوم بالفعل بعمل ذلك مع دول الخليج. وأيضا لابد أن نؤكد على رؤية المملكة العربية السعودية 2030، وحيث أن المملكة المتحدة مصرة لكي تصبح شريككم الاختياري، وعبر هذه التكتلات سوف يكون ذلك مفيدا لنا جميعا، وهذا سوف يصبح ممكنا بسبب العلاقات القوية ما بين دولنا والاحترام الذي المتبادل ما بيننا، وبحيث أننا نتحدث أيضا بصراحة كأصدقاء. سويا سوف يمكننا مجاهبة هذه التحديات، وسوف نقوم بتأمين الأمن والروح التي تواجه التحديات الأمنية، وفي مثل هذه الزيارات الموسمية، وأيضا العلاقات سوف تعزز الصلات ما بيننا وبين دول الخليج. أننا نود أن يكون هناك فصل جديد في الحوار ما بيننا لكي نحصل على شراكات استراتيجية. وأيضا وزير الخارجية سوف يحضر هذا الأسبوع من أجل التحدث في مثل هذه الأمور. إننا نود أن نؤكد على أن التاريخ سوف يمهد، التاريخ الذي بيننا سوف يمهد الطريق للعديد من الجهود التي سوف نعمل عليها سويا. ولذلك نود أن نستمر من أجل النقاشات الإيجابية التي بدأنا بها هذا الأسبوع، ونسميها حوار المملكة المتحدة ودول مجلس التعاون الخليجي. وإنني مسرورة لأن تقوموا بعمل هذا الفعالية السنوية والتي سنستضيفها في لندن العام القادم. وأعتقد أنه في حين التحديات القوية الأمنية سوف ننجح سويا إن عملنا سويا، سوف ننجح إن كان هناك التزام للقواعد التي وضعناها سويا، وسوف ننجح من خلال تعزيز تعاوننا الأمني والتوسيع التجارة، وأن نعمل بشكل أقوى من السابق، ونعرف أن هذا المجتمع هو مجتمع للجميع. إنني أؤمن بأنه لم يكن هناك لحظة هامة أكثر من هذه اللحظة لكي نقوم بالعمل سويا، وأقول لكم أن بريطانيا سوف تقوم بالمشاركة بشكل قوي من أجل رؤيتكم جميعا، وأشكركم جميعا حسن استماعكم.